ولدي احنا مع ثلاث تراويح قالوا لنا صلي وحنا تفتحوا المساجد تبارك الله ما تفتحوا شيء نصلي في ديورنا ماشي مشكل كما كان درنا عام الاول نديروا على العام وماشي اشكال على القش التراويح ماشي غير ماشي سنه هما غير هما ماشي فرض غير سنه اللهم التراويح في الدار خير من المسجد. وإلا كان غادي يدير شي مشاكل الناس ما كاين علاش معنى ان الا كان هذاك الشيء على صحه المواطنين وداك الشيء ما كاين حتى شي اشكال. احنا كيف ما تيقول المثل مع يا ايها الذين يعني داك الشيء اللي دارت الحكومه داك الشيء اللي دارت الدوله احنا راه موافقين عليه غير هو من الاحسن ما كرهناش كون صلينا في الجامع كيف ما كيقولوا الناس داك الشيء اللي مولفين عليه من صغرنا من نهار حلينا عينينا مولفين التراويح مولفين كنمشيو عند الاحباب مولفين كنصليو التراويح ديالنا في الجامع كنجيو ندخلوا للدار كنتمشاو شويه باش كما كنقولوا تهضم الماكله اللي عندنا وكذا بحال رمضان اللي فات الصراحه داز داك الشيء ما بينو بينك داك الشيء الدار مرضنا فيها مرضوا فيها المغاربه بزاف واش نقول لك من الاحسن انا بعدا مع التراويح في الجامع خلاص تلقاونا انا مع التراويح في الجامع من ناحيه التراويح انا مع التراويح ولكن بعين اختبار بعين الاعتبار الصحه ديال الجميع واحترام المسافه القانونيه حتى لا نكون عرضه لهذه الموجه الثالثه من المرض وانا احنا مع الصحه للجميع. هو الجائحه هي الاولى احنا ما بغينا المضره مع خوتنا فهمتي وما كرهناش نصليو التراويح هذاك الشيء اللي كنا ولفنا من نهار حلينا عينينا في الدنيا تنشوف التراويح نشوف رمضان تندوزو ذاك الوجه زوينه لان رمضان الاجواء الرمضانيه هي التراويح فهمتي استاذ هي التراويح ولكن هاد كوفيد 19 ما عندنا ما غادي نديرو لا المضره ما يبغيها حتى شي واحد فهمتي المضره ما يبغيها حتى شي واحد اي انسان ما تبغي ليه المضره ديالو هو الحمد لله نتسناو يطول لنا الله العمر ونصليو مازال التراويح ونصوموا رمضان وتكون الوقت كما كانت في الاول يكون الخير ان شاء الله غيكون الخير ان شاء الله غادي يكون الخير بنادم غير يصبر شوي غيكون الخير وربي راه تيشوف راه الاجر غادي يعطيه الله تبارك وتعالى لا تصلاهم في الدار ولا تصلاهم لان هاد كوفيد راه ما عندنا ما نديرو. بالفعل حنا مع قضيه ديال انه يتحلوا المساجد قبل شهر رمضان ماشي حتى شهر رمضان يعني لانه الا شفنا الحمامات تحلوا الجراد تحلوا المختلف الفضاءات كل شيء كاين وما يمكنش نخليو الجامع اللي هو اساسي خصوصا حنا في دوله اسلاميه يعني كندخلوا للجامع كنشوفوا التباعد كاين كنشوفوا الناس محترمين لابسين الكمامات ديالهم دايرين التباعد ديالهم يعني محترمين جميع الاجراءات ونزيدوها نسدوا عليهم خصوصا في هذا الشهر الفضيل نحن ندعو وزاره الاوقاف الى اعاده النظر في هذا الامر هذا فيما يخص المساجد وترك يعني المغاربه يؤدوا المناسك ديالهم ولا يؤدوا الصلوات ديالهم على احسن وجه.